صلوات. بار دیگر با آواز بلند صلوات. ماشاءالله ما حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات حدیث کے ساتھ معمول ہے مجلس کے آغاز پڑھنا. یہ صرف ایک خانہ پوری نہیں ہے, یہ خاندان تطہیر کا قصیدہ ہے جس کو سنن دی بہت ہی اہمیت ہے. جتھے پڑھی جائے فرشتے نازل ہوں دے, سامعین واسطے استغفار کر دیں, دکھیاں دے دکھ دور ہوں دے, پریشان حالہ دی اللہ پریشانی دور کرتا ہے. انہیں پنجہ نہ سکے میرے انتہائی محترم شخصیات بھی اتنے تشریف فرمائے تو سامنے بھی ماشاء اللہ کافی مومنین بیٹھے ہو. کسی کسان انتہائی دل جمعی عقیدت محبت اور مودت نال سماعت فرمانے, ذہن تے بوجھ نہیں بنن دے. صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ صلی اللہ علیہ وسلم. فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ظوفا. فقلت له اعوذک باللہ یا وطاہ من الظوف. فقال یا فاطمۃ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایدینِ ملک سال جمانی فغدینی بھی فتحت ملک سال جمانی فغدیت بھی وصرت انظر علیہ ویدن وججہو یطلالو کن البدر فی لیلت تمام ہی وکمالے فما کانت اللہ صاحتاً ویدن بملدی الحسن علیہ السلام قد اقبال قال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راحة طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعذرني أن أدخل معك تحت الكساء. قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد. وما كانت لصاد وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني شم عندك روحة طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله تعالى ان يدخل معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك. فداخل الحسين عليه السلام وهما تحت الكساء. صلوات محمد. فأقبل عند ذلك
ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابو الحسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ انی اشم انت قراحة طیبة کرنا رایت اخیب ابن حمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعامہ ابو مولدی کا دوت القصو فاقبل انتظا فاقبل انتظا لکا فقلت ملیک السلام یا بلد یا امیر المنی فقال یا فاطمۃ انی اشم انت قراحة طیبة کرنا رایت اخیب ابن حمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعامہ ابو مولدی کا دوت القصو فاقبل علی علیہ السلام ناول القصا وقال السلام علیک یا رسول اللہ تعذرنی ان اکون معکم تحت القصا قال له علیک السلام یا اخی ویا وصی وخلیفتی وصاحب لوائی قد زنت لک فداخل علی علیہ السلام تحت القصا ثم اتیت ناول القصا قلت السلام علیک یا جابتا یا رسول اللہ اتعذرنی ان اکون معکم تحت القصا قال علیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد زنت لک فدخلت تحت القصا فلما اکتملنا جميعا تحت القصا اخذ ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرف القصا وعام بيد الجمن علی السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهمتي اللهم هم لهمي ودموا دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعذرني ما يعذرهم انا هر بول من هو رب هو اصل من من صالح هو دم من ادم هو محب من هم بهم ان مني ورا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واسبان هم الرئيس وطيخرهم تطهير فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي انما خلقت السماء مبنية والارض مدهية ولا قمرا مرينا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصا فقال امین جبرائیل رب من تحت القصا فقال عز وجل اللهم اهل بيت النبوة ومهد الرسالة بی بی دنا اچا درود پڑھنا اوم فاطمۃ ابوها وبنوها وبنوها ایک دفعہ پھر کوشش کرو اوم فاطمۃ ابوها وبنوها وبنوها علیہ الصلوۃ والسلام فقال جبرائیل یا رب اعذرنا یا رب اعذرنا الا الارض لكون ما مسادسا فقال اللہ نام قد دنت لك فحبط لما جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ علی اللہ یقرأک السلام ویخصک بالطیب والاکرام ویقول لک وعزتی وجلال انما خلقت السماء بنیۃ والارض مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذنی ان ادخل معکم فلتاذن لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا امين وحي الله انه نعم قد دنت لك فداخل جبريل وما نادت القصا فقال لابي ان الله قد قام اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام لابي يا رسول الله اخبرني ما لجلوس نادت القصا من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي بعثني منك نبيا واستوانا برساله نجيا ما ذكر خبرنا ذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جمن من شيعتنا ومحبينا
اللهم فقال عليه السلام اذا ما الله يفضنا وفاض شيئتنا ورب الكعبه فقال ابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بلك نبيا واصطفاني برساله نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جمن من شيئتنا ومحبينا وفي ماموم الله فرج اللهم اللهم فرج همنا بحق محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام ولا مغموم الله وكشف الله غما اللهم اكشف غمنا بحق محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته اللهم اقض حوائجنا بحق السيدة وأبيها وبالها وبنيها عليهم الصلاة والسلام فقال عليه السلام إذا الله يفوزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إلهي أظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقضى الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد للأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذولك منزلتهم ففرجنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلم البصر وهو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيا يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 أصا 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 الأجل 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 سلام میں پیش کردا سارے تسمی اپنے دل لے چکے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین زین العابدین وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين السلام على الحسين المظلوم الغريب العطشان وعلى علي بن الحسين الأكبر وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين السلام على الحسين المذبوح من القفا وعلى علي بن الحسين الأصغر وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين اللهم تقبل منا أعضاء الحسين عليه السلام
وتقبل منا البكاء على مصائب الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين عليه السلام. يا رب الحسين عليه السلام بحق الحسين عليه السلام اشف صدر الحسين عليه السلام بظهور الحجة القائم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نضعهم من الأولين الآخرين. بابا بلند سلوات ماشاء اللہ انتہائی پورا عقیدت اور پورا روحانی ماحول ہے. انتہائی وقار شخصیات میرے نال تشریف فرمائے. سلسلہ بھی بہت طویل اور دن بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی سعید. بس تھوڑے جہ شروع کر کے اسے دن تے پوچھا کے میں جناب سلام کرنے لگا. جناب علی علیہ السلام کو کسی بندے پوچھے کہ مولا فرماؤ آپ کب خالق ہوئے؟ جس نو کب دا من نہیں آندا اس داد نہیں دینی تے اے اباب کو دعا لینی ہے چونکہ زاکریم داد نہیں دیں دے. سیل پوچھنے اب کب خلق ہوئے؟ مسکرا کے فرمائیں دے کب نہ تھا ہم تھے. سیل نے سوال بدلا اب کس وقت خلق ہوئے؟ فرمائیں دے وقت بھی نہ تھا اور ہم تھے. سیل فرمائیں دے کچھ تو فرماؤ. فرمائیں دے تیرے خیال ہے اول خلق کون ہے؟ مرودی معرفت اتنی ہے ہو سکا جی آدم وہ دے مو نکلے لفظ آدم جناب امیر دی زبان تو الفاظ انجی نکلے جی پہاڑ تو پانی لاندہ. فرمائیں ان اللہ خلق آدم من التین وتین من الزبد وزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلم وظلم من الحرف والحرف من الآیت والآیت من السورة والسورة من الیاقوتہ والیاقوتہ من لا شے ولا شے من مشیت اللہ. میں غالباً ذرا تیز نہیں ہو گیا جی تھوڑے مٹھے ہو جائیے. ان اللہ خلق آدم من التین والتین من الزبد والزبد من الموج والموج من البحر والبحر من الظلمة والظلمة من الحرف والحرف من الآیت والآیت من السورة والسورة من الیاقوتة والیاقوتة من لاشے واللاشے من مشیت اللہ. فرمایا اللہ نے جناب آدم نو تین تو پیدا کیتا تین نو زبد تو پیدا کیتا زبد نو موج تو پیدا کیتا موج نو بحر تو پیدا کیتا بحر نو ظلمة تو پیدا کیتا اس نو حرف تو پیدا کیتا حرف نو آیت تو پیدا کیتا آیت نو سورة تو پیدا کیتا سورة نو یاقوتة تو پیدا کیتا یاقوتة نو اللہ نے لاشے تو پیدا کیتا لاشے نو اللہ نے مشیت اللہ تو پیدا کیتا لا شے نو اللہ نے مشیت اللہ تو پیدا کیتا مڑا اپنے سینے تے ہتھ رکھ کے نہ نو مشیت اللہ واللہ کی مشیت ہم ہے. ہو سکتی آپ کا خلق فرمائے ان اللہ خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنان وآدم ونوح وابراہیم واسماعیل وجمیع الانبیاء والمرسلین بأربع مئت الف وأربع وعشرین الف سنہ. اللہ نے نور خاتم المرسلین نو نور رحمت للعالمین نو پاک رسول حضور دے نور نو اللہ نے عرش فرش لوح قلم جنت دوزخ جن بشر ہوا فضا دریا سمندر آفتاب ماہتاب سیارے ستارے چرند پرند نباتات حیوانات مٹی پانی آگ ہوا انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین مشرقین مغربین ہر شاید خلقتوں چار لاکھ تے چوی ہزار سال پہلے خلق فرمایا. میں توجہ تو جو کدی نہیں آکی تے ہاتھ سے آؤ تھا تھے ٹرا کیوں کدی نہیں آکی
ਚਿਹਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਦਾ ਰਹਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹਾਂ ਠਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ 14 ਦਾ ਨੂਰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਲਕਤ ਤੋਂ 4,24,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਲਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ 14 ਦਾ ਨੂਰ ਖਲਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਨੇ 12 ਹਿਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਕੁਦਰਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਅਜ਼ਮਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਮਿੰਨਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਰਹਿਮਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਸਾਦਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਕਰਾਮਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਮੰਜ਼ਲਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਹਿਦਾਇਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਨਬੂਵਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਰਿਫਤ, ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਹੈਬਤ, ਔਰ ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਸ਼ਿਫਾਤ। 14 ਦਾ ਨੂਰ ਖਲਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਹਿਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੁਮਾ ਵਜ਼ਾ ਜ਼ਾਲਿਕ ਨੂਰ ਫੀ ਹਿਜਾਬ ਉਲ ਕੁਦਰਤ ਇਸਰਾ ਅਸਰ ਅਲ ਫਾਮਨ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂਰ ਅਵਲ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਕੁਦਰਤ 12,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਅਜ਼ਮਤ 11,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਮਿੰਨਤ 10,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਰਹਿਮਤ 9,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਸਾਦਤ 8,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਕਰਾਮਤ 7,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਮੰਜ਼ਲਤ 6,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਹਿਦਾਇਤ 5,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਨਬੂਵਤ 6,000 ਸਾਲ, 4 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਰਿਫਤ 3,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਹੈਬਤ 2,000 ਸਾਲ, ਹਿਜਾਬ ਸ਼ਿਫਾਤ 1,000 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੂਰ ਅਵਲ ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਮ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 14 ਦਾ ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ 12 ਹਿਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਂ ਕੀਦਾ, ਮੁਸੱਦਕਾ ਕੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਕਿ 14 ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਬਣਾਇਆ। 14 ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਨਤ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਆਖੋ ਵੱਲ ਪੜ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬਿਸ਼ਕ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਸ਼ਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖੋ ਵੱਲ ਪੜ। ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂਰ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਸੀ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੂਰ ਤੋਂ ਲੋਹ ਤੇ ਕਲਮ, ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾ ਮਿਸਲ ਜੰਨਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਾ ਕਸਤਿਲ ਮਲਾਇਕਤੋ, ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਖਲਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅਮੀਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਖਲਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਖਲਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾ ਯਾਲਮੂਨਾ ਤਸਬੀਹਾ ਬਲਾ ਤਕਦੀਸਾ ਬਲਾ ਤਹਲੀਲਾ ਬਲਾ ਤਮਦੀਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਸਬੀਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਹਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਮਜੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਕਦੀਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਸਬਹਨਾ ਵਸਬਹਤਿਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਲਤਸਬੀਹਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਹਮ 14 ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਤਸਬੀਹ ਕੀ, ਹਮ ਸੇ ਸੀਖ ਕਰ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਤਸਬੀਹ। ਚੌਦਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਸਹੀ, 12 ਹਿਜਾਬ ਦੁਆ ਪਿੱਛ ਭਜਿਆ, ਤੇਰ ਸੈਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, 14 ਦਾ ਨੂਰ, 12 ਹਿਜਾਬ, ਫਿਰ 14 ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਦੀ ਪਿਛਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਰਹਾਮੇ ਤਾਹਿਰਾ ਅਸਲਾਬ ਮੁਤਹਰਾ, ਪਾਕ 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 ਜ਼ਰਫਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਾਕ 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 ਜ਼ਰਫਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਲਓ ਪਾਕ ਪਾਕ ਆਖ ਲੈ ਸੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਬਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈਦ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕ ਪਾਕ ਜ਼ਰਫਾਂ 'ਚੋਂ ਨੂਰ ਨੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚਲਦੇ 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 ਨੂਰ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੀ ਪਛਾਣੀਏ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣੀਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਸਮ ਹੋਲੋ ਨਿਸਫੈਨ ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣੀਏ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮੁਤਾਲਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂਰ ਅਵਲ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ 'ਚ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੀ ਪਛਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ, 13 ਰਜਬ ਨੂੰ ਕਾਬੇ 'ਚ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਮਾਦੀ ਸਾਨੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਿਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੁਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤਾਹਿਰਾ ਬੀਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਜਨਾਬ ਮਲੀਕਤੁਲ ਅਰਬ, ਤਾਹਿਰਾ ਬੀਵੀ ਜਨਾਬ ਮਲੀਕਤੁਲ ਅਰਬ,
दो जुमले बाकी सारियां हजूर दियां बीवियां मोमना दी मावां ये मासूमीन दी मां बाकी सारियां कुछ लैन आईयां ने सब कुछ हजूर नूं देण आईयां ने अल्लाह ने पाक जनाब ताहिरा बीवी अता फरमाई फिर इस पाक ज़र्फ जो गुफ्तगू तमाम हो गई फिर इस पाक ज़र्फ जो लम्हा ज़ाया न कर पवे खुदा ना राज ज़ाया न कर पवे फिर अल्लाह ने इस भी पाक ज़र्फ जो भी जमा दी सानी जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया तकिया नकिया राजिया मर्जिया आलिमा आबिदा साजिदा राकिया मुहद्दसा शरीफा मुशर्रफा करीमा मुकर्रमा अजीमा मुअज़्ज़मा शफिया रोज़े जज़ा मरियम कुबरा सिद्दीका पाक बतूल सैयदत निसान आलमीन मैं ना चावन अल्लाह बावाज बुलंद दुरूद पढ़े दिल तमासदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल हसनैन उम्मु सिबतैन उम्मे अबी हसन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह बीबी दे अहमद मुबारक दिल तमासदा दुआ खुदा हाफिज़।